لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصحوبة بهذا. أما إذا كانت خالية من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة، هل هو سليم أو غير سليم. نصيحتي لإخوان الشباب أن يحرصوا على الأشرطة المفيدة كأشرطة تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية أو مسائل علمية ينتفعون بها ويفعون. لكن لو أن نساء في حفل زواج اشترينا من هذه الأشرطة التي ليس فيها إلا الدفوف والأناشيد فيها سليمة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن إذا كان فعلهن لأنفسهن جائزا فهذا مثله.